حريم سرزمينية جمهورية. التوتر الإيراني والأمريكي على حافة التصعيد العسكري، فيما يحاول المجتمع الدولي إبعاده عن الهاوية. لذا دعت الإمارات اليوم إلى الحوار والتفاوض، أما الأمم المتحدة فقد عبرت عن تخوفها من الحرب في الخليج. من المهم جدا كما قلت قبل يومين محافظة جميع الأطراف على أعصاب حديدية. إنه الأمر الأساسي أن يتجنب الجميع أي شكل من التصعيد. العالم لا يمكن أن يتحمل مواجهة شاملة في الخليج. وزير الخارجية الإيراني كشف اليوم عن وقوع حادثة طائرة مسيرة سابقة الشهر الماضي، موضحا أن الطائرة الأمريكية MQ-9 اخترقت المجال الجوي الإيراني ولم تستجب لنداءات التحذير. يتزامن هذا مع اجتماع أجراه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في طهران. هناك عبر موريسون عن قلقه من الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة، إلى جانب تلويحها بتجاهل الاتفاقية المتعلقة ببرنامجها النووي، علما أن الإدارة الأمريكية جددت تأكيدها اليوم على عدم سماحها لإيران بالحصول على السلاح النووي. بمجرد أن تقبل إيران بفكرة أننا لن نقبل حصولها على سلاح نووي فتصبح غنية، سيكونون سعداء وسأكون أفضل صديق لهم. آمل أن يحدث هذا وقد لا يحدث. هذا ولا تزال حادثتا إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية والهجوم الأمريكي الذي ألغي في اللحظة الأخيرة تخلفان تداعيات وتخوفات حول مستقبل المنطقة. فقد ألغت خطوط جوية مدنية لعدة دول الرحلة في المجال الجوي الإيراني. من دبي السيد موسى شريفي خبير الشأن الإيراني، أهلا بك سيد شريفي. أولا هناك من يقول إن الأمور عندما تتأزم بالفعل قد تكون في طريقها إلى الحلحلة، هل هذا ينطبق على ما يجري بين واشنطن وطهران؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. هو بالواقع يعني لما ننظر لكل الأحداث والتطورات التي جرت خلال هذه الأسابيع، يعني جميع الأطراف، الطرفين الولايات المتحدة والإيرانيين، كلهم يعني يكررون جملة وهي ما أصبحت يعني جملة مشتركة بين الطرفين، وهي لا نريد الحرب، لا نريد التوتر. لكن عندما نرى يعني هذا الشد الإيراني بالنسبة لضرب الناقلات، يعني ضرب الدرون الأمريكية، هو بالواقع يقرأ منه أنه إيران هي حقيقة تعاني من مشكلة اختناق اقتصادي. الولايات المتحدة خنقت إيران خنقا اقتصاديا لم يمر مثله يعني في طيلة السنوات الماضية. وفبالتالي كل هذه المحاولات الإيرانية هي بهدف أن يعني تمهد الطريقة لبعض التنازلات، يعني بعض الشروط الاثنى عشر اللي طرحت الولايات المتحدة. إيران تريد أن تضغط على المجتمع الدولي، على المنطقة، على يعني الإقليم كله، حتى يكون نوع من يعني أدوات ضغط للتخفيف من شروط المفاوضات. وإيران تعرف أنها ليس بإمكانها دخول حرب مع الولايات المتحدة وهي تعيش ظروف صعبة. بناء على المعادلة الجديدة وما ذكرت من تفاصيل، من هو الطرف الذي سيتراجع برأيك؟ يعني حقيقة هو المشكلة الآن، يعني المشكلة التي وضع يده عليها السيد ترامب هي التدخلات الإيرانية في المنطقة التي هي جزء يعني الهيكل للنظام الإيراني وجزء تفكيره البنيوي الذي أسس على أساس هذا التفكير الدستور الإيراني، هو التدخل وتصدير الثورة، بالإضافة إلى تحديد نفوذ إيران وتحديد أنشطتها الصاروخية والنووية، وهذا يعتبر خط أحمر لإيران. لكن هل إيران يعني لو هدد النظام الإيراني بالسقوط، لو واجه الانهيار أكثر مما عليه هو الآن، ممكن يتراجع من هذه الخطوط الحمراء؟ هذا يبقى رهينة الوضع الداخلي الإيراني. الإيرانيون الآن يعانون من مشاكل شتى داخلية، من احتجاجات. الآن اليوم يعني خلال يومين صارت هناك تغييرات بالمناصب الأمنية، البسيج يعرض عضلاته بالشوارع، وهناك تنبؤات عن انتفاضة لو ضربت إيران، هناك انتفاضة لا إرادية تخرج بالشوارع، لأن الشعب الإيراني. هل هذا السيناريو يعني ما تريده الولايات المتحدة؟ هل تريد أن تصل إلى هذه النقطة، خاصة أن الرئيس الأمريكي سبق وقال إنه لا يهدف إلى تغيير النظام في طهران؟
نعم لا يهدف إلى تغيير النظام، وإنما سلوك النظام، هذا كان شعار كل الرئاسات الجمهورية الأمريكية كلهم. لكن الحقيقة أنا أرى أن الولايات المتحدة لها نفس طويل، هي الآن تضغط بالجانب الاقتصادي على إيران، وأصبحت إيران مهددة بالانهيار وبالانتفاضة من داخل إيران. فأنا أرى أن السيد ترامب لم يكن مستعجلا على الضربة العسكرية، بالعكس الضربة العسكرية الآن تخدم النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني سوف يبرر كل مبرراته للقمع وللنقوصات المعيشية وغيرها، كلها سيعلقها على شماعة الحرب والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا ما لا يريد السيد ترامب أن يعطيهم. نعم. هذه الذريعة، ويريد بنفس طويلة يخليهم يصبحون منهمكين تماما حتى يسقطون من أنفسهم. والضربة العسكرية أيضا هو لم ينفيها، لم ينفيها. أشكرك جزيل الشكر السيد موسى شريفي خبير الشأن الإيراني، وقد حدثتني من دبي.